لا شك أن سمة التطرف هي الغالبة على المجتمع في كيان الاحتلال، ويظهر ذلك جلياً من خلال اتساع دائرة المنظمات المتطرفة من حيث العدد والنفوذ فيه، لدرجة أن هذه المنظمات أصبحت تحدد السياسات العامة في دولة الاحتلال تجاه أبناء الأرض الفلسطينيين بهدف طردهم والنيل من صمودهم عن طريق اتباع كافة السبل التي تهدد حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وذلك بدعم من المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية وحتى التشريعية في دولة الاحتلال. ونظراً لمعرفة دولة الاحتلال بأن ارتباط الفلسطينيين بهذه الأرض هو ارتباط عقائدي بالدرجة الأولى، فقد أطلقت أيدي هذه الجماعات لتعيث فساداً في الأماكن والمعالم المقدسة بغية تهويدها أو إزالتها لخلق واقع يحرم الفلسطينيين من أسباب الرباط والثبات. ومن أبرز هذه المنظمات والحركات والجماعات والتي يستهدف جزء كبير منها على وجه الخصوص مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية: إحياء الهيكل، حراس الهيكل، جماعة شوفوبانيم، جماعة مواطنون من أجل يهودا والسامرة وغزة، يشع، حركة كاخ، عصبة الدفاع اليهودية، حركة كهنة حي، جماعة التنظيم اليهودي المقاتل إيال، التاك الكهنتي، حركة تسوميت، مفترق الطرق، ومؤسسة هيكل القدس، حركة هذه الأرض لنا، جماعة جباية الثمن أو تدفيع الثمن، تاج مخير، لهافا أي الشعلة، صندوق أرض إسرائيل، وتنظيم تمرد، والعديد من التنظيمات والجمعيات العنصرية المتطرفة التي تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه لتكون إسرائيل خالية من الغرباء حسب معتقدات هذه التنظيمات الإرهابية الفاشية والإجرامية. وليد عبد الرزاق السيام، أمين عام تجمع بالقدس يهتدوا. عندما يتم الحديث عن المنظمات الصهيونية الإرهابية نستذكر الإتسل والهجناء قبل قيام دولة الاحتلال، فبعد هذه المنظمتين اللي كانت رأسها مناحم بيغن وغيره وبن غوريون بدأت تنشأ لدينا بعد عام 67 منظمات إسرائيلية متدينة متطرفة أمثال جوش عصيون. هذه المنظمة جوش إيمونيم أنشأها عام 1974 موشي ليفينجر، وقامت بعدة عمليات ضد الفلسطينيين في منطقة الخليل ومنطقة القدس والضفة الغربية، وكانت البؤرة تبعتها كريات أربع. وبدأت هذه المنظمات الصهيونية المتطرفة الاستيطانية تتدحرج أكثر فأكثر، وكان اهتمامهم هو عقائدي أكثر منه حدودي. الانتماء العقائدي والهدف منها هي قيام دولة الكيان، ودولة الكيان لن تقام إلا بهدم المسجد الأقصى المبارك. فتشكلت عدة منظمات إرهابية بأسماء متعددة ضد وجود المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل. حقيت أفغان من حركة السلام الآن. للأسف عندنا في المجتمع اليهودي متطرفين وعنصريين اللي يستعملوا العنف ضد الأبرياء ويهجموا على العرب زي منشان هم عرب، وهذا كان دائما موجود بس كان للأقلية صغيرة. للأسف أنا أعتقد أنه في شهر 5 في كل اللي صار صار تسعيد بالموضوع، وأكثر وأكثر بيخسوا أنه مسموح يفعلوا، وما في أي الشرطة ما بتسوي كتير لهدول المجرمين. وللأسف نشوف كل أنحاء الضفة الغربية وشرق القدس هجمات عنفية ضد العرب. في الآونة الأخيرة نلحظ ازدياد في اعتداءات المستوطنين على المقدسيين، إن كان على الأحياء المقدسية
القريبة والملاصقة للبلدة القديمة، وعلى سبيل المثال حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، نرى أن أعداد الاعتداءات على المواطنين المقدسيين هي في ازدياد منذ العام السابق، حيث تشهد التقارير المؤسسات الحقوقية أنه في النصف الأخير من العام 2021 شهدت مدينة القدس أكثر من 400 اعتداء من قبل المستوطنين داخل المدينة. بالتوازي مع هذه الاعتداءات نحن نشهد تقاعس كبير من قبل الشرطة الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية المسؤولة عن التحقيق ومتابعة مثل هذه الاعتداءات، حيث أن مؤسسة يجدين الإسرائيلية أصدرت في تقريرها المؤخر أن أكثر من 91% من الشكاوى التي تقدم ضد المستوطنين يتم إغلاقها دون التحقيق بها من قبل الشرطة الإسرائيلية والسلطات المسؤولة عن التحقيق التابعة للاحتلال. على سبيل المثال هنالك منظمة تدعى منظمة التاج، عودة التاج لنا، وهذه حاولت عدة مرات اقتحام المسجد الأقصى وتفجيره ولكن تم ضبطهم. هنالك حاليا عدة تنظيمات ومنظمات صهيونية، نذكر بالتحديد المتطرفات جدا حاليا هم فتيان الجبال والتلال، وهذه منظمة خطيرة جدا تواجدها في شفا في مستوطنة يتسار قضاء نابلس، وهذه تم تأسيسها عام 2008 بعد دعوة الشارون للفتيان الصهاينة بالاستيلاء على الجلال على الجبال والتلال العالية. وهذه المنظمة أيضا انشقت لمنظمة أخرى تدعى التمرد وموقعها في شمال الضفة الغربية. إن مجموعة اسمها لهفا هو مجموعة كتير متطرفة وعنصرية، وهم بيأخذوا هذول الشباب اللي لهم مشاكل بالبيت، لهم مشاكل اقتصادية ونفسية ويستعملوهم كآلية لسياسة عنصرية ولتخويف السكان العرب بالقدس. مجموعاتهم، مجموعات كهانة وبن غفير ولهفة، هم المبادرين إلى الاعتداءات والتحريض اللي بصير ضد الفلسطينيين في القدس والاعتداءات على المقادس داخل الأسوار في باب العمود أيضا وفي الشيخ جراح كذلك، وكله يأتي في نفس السياق، سياق التحريض العنصري وهذه الفاشية المتفشية في المجتمع الإسرائيلي. من الواضح أن اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم التي تزداد وتائرها في السنوات الأخيرة وتجري تحت رعاية وتنسيق وحماية من جيش الاحتلال، مردها ليس فقط أحقاداً ونزاعات عدوانية يحملها المستوطن الاستعماري ضد صاحب الأرض الأصلي فقط، بل تنطوي على أهداف استيطانية توسعية تتمثل بالاستيلاء على المزيد من الأراضي العامة والخاصة والتي لا تستطيع دولة الاحتلال الاستيلاء عليها بالطرق التقليدية التي يشرعها الاحتلال. هذا يدل على توجه الحكومة الإسرائيلية التي تفلت العنان للجمعيات الاستيطانية من أجل زيادة الاعتداء على المواطنين. هو جزء من تهويد القدس وهو جزء من استهداف المواطن المقدسي، جزء من حالة الرعب التي تقوم سلطات الاحتلال بنشرها بين المواطنين المقدسيين. من الصعب التصديق أن هذه السلطات تستصعب وضع يدها على هؤلاء المعتدين، بينما لو تم الحديث عن مشتبه فلسطيني لكنا رأينا أجهزة الأمن الإسرائيلية على اختلاف أنواعها من المخابرات والشرطة الإسرائيلية تقتحم البيوت، تعتقل العائلات وتجبر المواطنين على تسليم أنفسهم. نحن نرى أن هنالك عشرات إن لم يكن مئات الملفات التي فتحتها الشرطة الإسرائيلية ضد مقدسيين حاولوا الدفاع عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم وعن بيوتهم، بينما نرى أن المستوطنين أحرار طلقاء لا تتم ملاحقتهم ولا حتى التحقيق معهم. في عدد من الحالات قد نشهد توقيف لعدة ساعات كجزء من المسرحية التي تنتهجها شرطة الاحتلال، ولكن بعد ساعات يتم الإفراج عن المستوطنين دون أي محاسبة، مما يشجعهم على الاستمرار في هذه الانتهاكات والاعتداءات في مدينة القدس.
نلاحظ في الأيام الأخيرة ونتكلم عن مدينة القدس، كانت عدة عمليات لمنظمة تدعى كهانة حي، وهي ابن ويترأس ابن كهانة وهو بنيامين كهانة، قامت بعدة عمليات في منطقة القدس. نستذكر العملية وضع المتفجرات في مدرسة الطور في جبل الزيتون، وضع متفجرات في المحطة المركزية في باب العمود، طعن عدة شباب مقدسيين. قبل أسبوع قال الوزير الشرطة تبعنا إنه في مشكلة يسموها عنف المستوطنين، ومن الأسبوع الماضي في هجوم كبير عنه من اليمين، من حتى بالحكومة تبعنا، إنه ورئيس الحكومة حتى إنه بيحكي ما في عنف مستوطنين، هذا دعاية، هذا مش منيح هذا. والمشكلة إنه اليوم فيش اعتراف بالمشكلة، وبالمجتمع الإسرائيلي في ناس اللي بينفوا أو ما يتعرفون إنه في مشكلة ولازم نمنع هذا العنف. יש פה אויב רע, רשע, אכזרי, רע מעללים. זכור את אשר עשה לך עמלק, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אנחנו מחכים לנקמה ממלכתית, לנקמה אמיתית. אומר השח ויורה דעה, שאם נמצא הרוג על ידי גוי, קוברים אותו כמות שהוא. למה? בשביל לעורר חמה ולנקום נקם. הנקמה היא דבר חשוב. تلجأ دولة الاحتلال إلى طريقتين أو مسارين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتوسيع إقامة المستوطنات عليها. المسار الأول يعتمد الطرق الرسمية والعلنية التي تتم شرعنتها من قبل مستشارين قانونيين ومحاكم الاحتلال، والمسار الثاني يتم بواسطة انفلات المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين ومزروعاتهم وممتلكاتهم برعاية دولة الاحتلال وحماية جيشها بهدف إخراجهم من أراضيهم والاستيلاء عليها. إن هذه الاعتداءات هي استراتيجية لنظام الأبرتايد الإسرائيلي الذي يسعى إلى دفع واستكمال عمليات السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية التي تقوم بها دولة الاحتلال، ما يعني أن اعتداءات المستوطنين هي جزء من سياسة رسمية تسمح وتساعد في تنفيذها قوات الاحتلال وكل مؤسسات دولة الاحتلال. أنا الشاب محمد عيسى من القدس، عمري 21 سنة. بعرف عن نفسي، أنا الشاب اللي صار معي الموقف اللي تهجم علينا فيه أنا ومحمد شويكي، الشخص اللي اسمه بن جابير. اللي صار إنه أنا ومحمد شويكي بنشتغل في مصاف سيارات، إحنا بندل الناس وين تروح وين تصف وين تعمل كل شيء. فوإحنا واقفين محلنا لاحظنا واحد إنه واقف بطريقة غلط وصاف سيارته ركنها بمحل غلط على رصيف الطريق، ومسكر كمان الشارع للناس طالعة من المصاف السيارات. فإحنا طلبنا منه بصوت هادي واطي، طلب منه محمد شويكي إنه لو سمحت زح سيارتك من هون فوت صفها جوا. ما سمع علينا صوتنا شوي،
طلبنا منه كمان مرة بصوت عالي شوي إنه زيح سيارتك من هون، في عندك مصفات جوا لو سمحت. طبعا هو ما عجبه الكلام وعرف إنه إحنا عرب هيك، يعني حسب ما تبين إنه كيف شاف إنه إحنا عرب وعرف من لهجتنا إنه إحنا عرب، بلش يصيح على السريع وأجد يتهجم علينا. طلب من صاحبه الفرد ورفع علينا الفرد وهددنا وبدأتلكو مش دأتلكو. احنا حاولنا قد ما بنقدر نتجنب المشكلة بس خلص وقعنا فيها، صرنا نطلع منها فما طلعتش منا ولا ردة فعل. اتفاجأنا بردة فعله اصلا. بالبداية احنا ما كناش عارفين من الشخص اللي قبالنا، صار هدد فينا بدأ اعمل بدأ اسوي انتو عرب، حكى كلام لفظ سيء تقيل على لسان بنحكاش، ووسخ بالكلام. ولما شاف انه فيش ردة فعل منا صار يهددنا بطردنا من الشغل، صار يهددنا بحبسنا، صار يتعدى علينا يقرب يرفع الفرد بده يطخ، حط الفرد اكثر من مرة براسي وبراس الشاب اللي معي. فبلشنا تصوير، لما حط الفرد براسنا بلشنا تصوير، رجع لورا حاولنا نتصل على الشرطة ما قدرناش، كان يتعدى علينا ويقرب علينا. اتصل على الشرطة، اجوا المسائل عنا، بعدونا عن المنطقة اللي احنا فيها عشان طلعونا من الخطر. اجت الشرطة اخذت فدتنا طلعت روحها. حسب ما فهمت انه هو ما معه سلاح، لانه هو طلب سلاح من الشاب اللي معاه يلي كان لابس جاكيت اسود اللي هو مسؤول عن جماعة لهافا في القدس. طبعا بدون تردد اعطاه سلاحه، هذا الاشي يعني مش منطقي بالمرة، وكمان هذا الشاب يلي اعطاه سلاحه لازم يتحاسب على هذا العمل، انه انت كيف تعطي سلاحك لواحد تاني، كيف تعطيه انه يستخدمه. طبعا كيف اخذ السلاح منه، اجم صوبه علينا وحط السلاح براسنا وبهدد فينا وبشتم فينا طول الوقت انه بكلام مش كويس بالمرة، شتائم بذيئة. احنا الان في القدس مع محمد ومحمد، محمد عيسى من العيسوية ومحمد شويكي من الطوري. هذول الشباب الشجعان هم اللي واجهوا المأفون بن غفير اللي حاول يستفزهم، رفع عليهم سلاح، فكر انهم يترددوا يخافوا، بالعكس كانوا شجعان بشموخ بيرفعوا الراس، كل الاحترام لهم. احنا هون اولا سمعت التفاصيل اللي صار منهم، كان بهمني انه اسمع، طرحتها في الكنيسة، ولكن انا سأرافق الشباب أيضا لتقديم شكوى وسنرافق كل هذه القضية، وهم عندهم محامي أيضا يتابع هذه القضية. لا يمكن أن نمر مر الكرام على هذا الانفلات وسحب السلاح على الشباب اللي كانوا في شغلهم، يعني هم لم يبادروا بالاعتداء بس دافعوا عن حالهم وكانوا شهمين بهذا الموقف. كل الاحترام محمد إلى كل الاحترام محمد. لا هو معني بمواجهة، وخاصة أنه يعتقد أنه بسلاح هو الأقوى، بس أنتوا شفتوا هذول الشباب كانوا أقوى منه وهو معه سلاح برجرج، وهم موقفهم شجاع وبرفع الرأس.